دلوقتي انا خدت الهيستوري باليت بتاعتي، طلعتها بره بحيث ان هي تبقى واضحه قدامنا، وصغرت كل الباليتس التانية في المارجن اللي على الجنب ده، وعايز اوريك تول اسمها الهيستوري براش او الارت هيستوري براش. التول دي مرتبطه بالهيستوري، علشان كده انا طلعت الهيستوري بره عشان نشوف ايه اللي بيحصل. لو انت ملاحظ الهيستوري، اول حاجه الفايل دي اول حاجه بتاعته، دي سناب شوت اللي هو اخدها في الاول، ده الديفولت، وبعد كده عمل اوبن تمام، وبعد كده براش تول براش تول لحد الاخر. لو انا هرجع على اي فيز من دول او اي مرحله من دول وهكليك عليها تمام، هتشيل لي اللي قبلها او هتشيل اللي حصل بعدها على الاصح تمام. لو انا بتنقل كده ما بين اللي انا عملته تمام، كل مرحله من دول تمت عن طريق البراش تول في مرحله لوحدها وتسيفت. طيب لو انا رجعت للحاله الاولانيه هنا كده، واخدت الارت هيستوري بتاعتي ورحت بيها على الايمج عشان اعمل لها اديتنج، هلاقي ان السيمبل بتاعها ما هلاقيه معمول له ديسيبل، ما ينفعش. طيب لو اخدت التانية بتاعت الارت هيستوري ورحت برضو بيها، برضو هيقول لي ما ينفعش. لو انا جيت على ستيت هنا في النص تمام، بلاش دي، هنعمل كده، هيبقى كل الحالات اللي باقيه موجود فيها الهيستوري بتاعنا تمام. انا هاجي هرجع للحاله الاخرانيه خالص، وهاجي في النص هنا هحط الارت هيستوري، هحط هكليك هنا. لو انا بعمل كليك هنا او هنا بيتنقل من مكان لمكان. انا هاجي هنا بالظبط وهحط البراش بتاعتي، وعشان اتاكد انا بعمل ايه انا هروح للاريا دي هعرف ايه اللي موجود. دلوقتي انا هرجع للحاله بتاعتي تاني، وهروح هاخد الهيستوري براش تمام، وهخلي الستيتس بتاعها نورمال، وهختار براش نمرة 19 دي وهبتدي اشتغل بيها. شايفين هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل ايه؟ هي مسحت لي كل الحاجات اللي كانت موجودة هنا، كل اللي انا عملته في المرحلة دي لحد الجزء ده بس تمام؟ هشيل البراش بتاعتي وهرجع لاخر مرحله قبل ما استخدم الهيستوري براش تمام هنا اوكي، وهاجي على الهيستوري براش او الجزء اللي هو فيه الهيستوري براش ده تمام، وهعمل له ديليت عن طريق ريسايكل بان. انا كده رجعت الملف بتاعي لحالته الاولانيه تاني. لو انا جيت هنا وحطيت الهيستوري براش بتاعتي تاني وابتديت اشتغل، كل الكلام ده هيتمسح تاني لحد الحاله الاولانيه اللي الملف اتفرح بيها. طيب الهيستوري براش انا دلوقتي هكليك مكان اوكي، بقت الهيستوري براش بتاعتي هنا، عايز اشوف المكان بتاعي اهو تمام. يبقى اول ثلاث خانات بس هما اللي هيحصل عليهم التعديل تمام. هرجع للحاله بتاعتي تاني وهروح اختار واحده من البريسيت اللي موجوده دي، بريسيت ديفولت مع موجوده مع فوتوشوب. لو اخترناها مجرد ما هنروح بيها تمام هتشتغل معانا. طيب يا ترى دي هتعمل ايه؟ عملت مولتبلاي تمام،
واشتغلت على كل الايمج بشكل واحد، برغم ان احنا حاطين هنا البراش بدايتها هنا، ما مسحتش زي المره بتاعت المره اللي فاتت. ولو انا رجعت للستيت دي كده اللي انا كنت عليها واخترت بدل مالتيبلاي مثلا هيو، اوكي جبت الجزء ده بتاع اللي هو الهيستوري براش، عملت له ديليت وابتديت اشتغل تاني. انا هشتغل بالهيو دلوقتي، تمام؟ هنلاحظ ايه اللي بيحصل، في تغيير مختلف بيحصل، بس التغيير اللي بيتم على دول غير التغيير اللي بيتم على دول، وده دور الهيستوري براش. انت ممكن تبتدي الهيستوري براش من الاول خالص، يعني الملف كله من اوله لاخره يقبل ان يبقى فيه هيستوري براش من اول لحظه، مش شرط ان انت تعمل ستروكس باي حاجه، هتاخد الهيستوري براش هتشتغل معاك من اول خالص. في واحده تانية بقى ودي المشكله الكبيره، انا هرجع للحلقه الزيرو بتاعي تاني، تمام؟ وهعمل كلير هيستوري، هشيل كل اللي فات وهبتدي من اول وجديد. دي بقى المشكله اللي هي الارت هيستوري. الارت هيستوري بمجرد ما بعمل لها سيلكشن بافاجئ بحاجتين بيظهروا. اول حاجه المودز موجودين، تمام؟ بقوم اقل شويه، بقوم دارك ولايت وهيو ساتوريشن وكلر وليمينوسيتي، تمام؟ يعني اللعب كله على الاضاءه. بس في حاجات تانية ظاهره هنا، دول مودز للفرشه اللي انت هتشتغل بيها وهتعمل ايه، واريا الاريا اللي هتغطيها. الاريا دي بالظبط كده قد المساحه بتاعه الكانفاس بتاعك كله، او قد مساحه الايمج بتاعتك كلها. يعني انا لو هبتدي ازود، تمام، لحد تقريبا ما تقدر تملى الكانفاس كله، تمام. انا دلوقتي هرجع ل 32 او اخليها 30 بس كفايه، اوكي احنا على النورمال. بص بقى اللي هيحصل، زي ما انت شايف هي بتيجي على اللون السوليد ما بتعملوش حاجه قوي، لكن اللونين مع بعض بتروح شغال عليهم. هرجع للزيرو تاني وهغير المود بتاعها، لو عاوز تعمل لوحه تقلبها الوان زيتيه متهيألي الفرشه دي هتبقى جميله جدا معاك. في بقى حاجة تانية دي انت اللي هتجربها مع نفسك، عايزك ان شاء الله لما تفتح الملف الجديد بتاعك وتبتدي تتحرك فيه بالبرش، عايزك تجرب البريسيت دي كلها، تمام، وتشوف الافكتات بتاعتها هتعمل ايه، وجرب تغير الاريا شوف ايه اللي هيحصل معاها، وجرب برضو تلعب في التولرنس شوف ايه اللي هيحصل معاها، وبالمرة يبقى جرب براشز تانية شوف الافكتات بتاعتها مع الارت هيستوري، واشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.